السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لرسم الأشكال الهندسية في برنامج الوورد أروح لقائمة إنسيرت ولا هنا شيبس أبدأ أختار أشكال نهائية. أولا أكون مثلا المثلث، تبدأ ترسم المثلث اللي أنت عايزه. أول ما بتدوس عليه بيدخلك في فورمات، تقدر تختار الشكل اللي جوه، أو ممكن تقول له لا أنا مش عايز أي لون جوه، أنا الأوتلاين بتاعي. تقدر تختار اللون اللي أنت عايزه، تختار السمك بتاعه يبقى عامل إزاي الشكل دوت. وبعد كده لو انت عايز تكتب اي حاجة جنبيه هنا، هتروح هنا الانسيرت وتقول له تكست بوكس، وتبدأ تختار مثلا بوكس بالشكل دوت، وتقول له مثلا اي بي سي او الزاوية او اي حاجة انت عايزها. ممكن تكتب رقم دايمنشن لو انت حابب بالشكل دوت. ولو جيت على قائمة انسيرت هتلاقي في الشيب ممكن ترسم مثلا خط معين، يقسم مثلا من هنا لهنا مثلا بالشكل دوت وهكذا.